يشتري خضار، البامية ب20، الورق العنب ب15، كل الحاجات غالية. البطاطس اللي كانت بأرخص التراب بقت عدت، يعني الحاجات اللي ما كناش بنجيبها عدت. ما فيش حاجة رخيصة، والله ما في حاجة رخيصة، يعني الواحد بينزل ب100 جنيه ما بيرجعش بيها. مثلا كسعر اللحم ما بينزلش أصلا، بقى ب80 جنيه وب90 وب100 يعني، وحتى اللحمه المجمده بقت ب40 جنيه، يعني مين اللي يقدر، حتى الانسان المتواضع اللي هو الفقير حتى مش هيقدر حتى يجيب اللحمه المجمده. ده انا بقول لك على يعني ابسط الحاجات اللي الناس بتشتريها كل يوم. الخضار، شوف الكوسه بكام؟ ب5 جنيه الكوسه في موسمها، يعني موسم زراعه الكوسه دلوقتي وب5 جنيه. مش شايف انسجام بين العيشه وبين الاسعار خالص. ما عنديش انا، طب هجيب منين؟ انا هجيب منين؟ انا موظف على قد، هجيب منين؟ فهي بصراحه هي مرتفعه ولازم حل، ورمضان داخل هيعملوا مش بواجهش لحد، بس هيتعمل في نهايه تاني اكتر من كده. التجار مستغلين، اللي بيبيع مستغل، اللي بينقل مستغل، الشعب نفسه كله عنده الفكره انه لازم يرفع الاسعار. لما يبقى في اشاعه مثلا حد زاد فلوس او في علاوه او في حوافز، التجار على طول في السوق بيزودوا الحاجه، بيزودوا الحاجة، يعني ممكن لو الضعف بيزودوها الضعفين، مفيش حد متحكم في الحاجات دي. ناس بتشتكي، ناس بتكلم نفسها من قلة الفلوس، ناس تعبانة. انت الأسعار ما زادتش عندك؟ مفيش أسعار، هي القوطة بس، الناس بتشتكي من القوطة بس. القوطة بكام وبقت بكام؟ 8 جنيه القوطة، كانت الأول من قيمة أسبوع ب2 جنيه، فرق عروة بس، يعني أسبوع والعروة التانية هتطلع خالص، والقوطة هترجع ب2 جنيه تاني، فرق عروة بين الشتاء والصيف. احنا بنقول يا رب، يا رب زقة، مفيش حاجة بتحصل، مفيش حاجة. كهرباء وبنسكت، الغاز وبنسكت، التموين وبنسكت، ما نجيش بقى كمان يعني، والعيش في كل واحد، يعني كل واحد بمزاج. والمصيبه ان تخش ده الحاجه كلها دبلانه، محدش مش عايز يبيع لك. عمر الباميه ب 28 ليه يعني؟ ليه يعني؟ بلحمه ولا ايه؟ احنا عايزين ثوره اخلاقيه، ثوره اخلاقيه، الناس تحس بالناس، ما فيش حد بيحس حد، فيش حد بيراعي حد.